يلا السلام عليكم، تحية حب واحترام كل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة إن شاء الله نبديها بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا راح نسمد راح نسقي الحديقة والطيور تسبح، أما شغلنا لهم هسه الماطور لأن هذا الزرع والنباتات صار فترة طويلة ما فاتحين السقي يعني عليهم. هوي اكيد الطيور يعني من تشوف المي باللواين وهذا قبل تسبح. طبعا هاي ما سابحين دول ابد نهائيا، هذا الشتاء كله طيهم صواني هيك بصينيه بس مال فاتح صنده ويسبحون بالصنده. لا ما فاتح، شوف هسه خطيه فتحت المي شلون تجمعوا حتى المي هاي فاتحه على اليسار وعشون يسبحون وهيك اجواء. هذا النابليون، هذا النابليون الظاهر عم يحب السبح، ضاعوا 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 شلون يسبحون لان هاي الياسات كلش قاحن حتى تفطرت من العطش. يعني انا دائما اسقيهم بانتظام ويعني ما اخليهم يعطشون فتره طويله. هسه بما انه اللي قلبت التربه قبل ايام وسمدتها بهذا السماد العضوي، هذا راح ابو الزاهي، شوفوا هذا شو اسمه النابليون شلون يسبح. كلهم سبحوا وراحوا يشمسون، خل ندخل ونشوف شكو. والله هذا ضاع الدمن، هذا يسمى الدمن بس هو يعني اكو بيه متحلل واكو بيه ما متحلل. ها ولك بيه هذا متحلل جزء من يمه وجزء ما متحلل، يعيب طريقة السماد الما متحلل انه يخضر بيه ادغال واعشاب فما يحبذوها المزارعين. هنا بالمحمية الطيور تاكل هاي الاعشاب، فيا ريت اذا ما متحلل ويطلع بيه اعشاب الطيور، وهذا الديج كفيل باكلها. هذول سبحوا سبحوا وراحوا يشمسون بالشمس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الفرق طالع، هذا ويا ابوه الحمد لله والشكر، قولوا ما شاء الله اخوان. هذا الفرق طالع ويا ابوه، عشان المفروض حلقة يعني بس هو فلت. يلا مو مشكلة بعدين اللزمة والحلقة. ضاع النابليون شلون يسبح ما شاء الله. طبعا الجو بارد ذيك اليوم ما فتحت المي عليهم، هسه فتحت المي. كذا تسبح، ماكو طير ما يسبح بس الحمام الملكي يبدي يتروش بالمكانات المبللة. بدأ الجو يكسر وهسه الطيور شوفوا هسه بدأت تتجاوز، خاصة الحمام الملكي يعني هسه بدأ يلف أعشاش، بدأ يبيض وبدأ ينتج.
ان شاء الله هاي البدايه. والله احد المتابعين شاف لك نفيه، يعني شاف لك زوجه مباركه، بس شو تسوي؟ يعني طلع من بغداد ومكانه بعيد. ان شاء الله ان شاء الله. بلكي هسه دزيت ولد البغداد، بلكي يشوف لك نفيه. طيب هذا كلش منتهي مستوهي. هذا العش مالته والبيت مالته مجهزه، من اثاث، من غرفه نوم، من طبوخ، من نفخ كامل. عوزه بس بنت الحلال. والله هسه خابرت هذا الولد وقال لي متوجه للغزل. بركة الله اكو هناك يعني يبيعون ذولا المحلات اللي بالغزل، مو الجمعة يعني، اكو شنابر هواية، بلكي نحصل لك مرة. فطية هو يعني صار له من ذاك الصيف هو وجاهز مفول، يعني مو بس جاهز. شوف هذا يسمونه السبات، مو سبات هو ينام، بس هنا ماكو سبات عنده، يعني ينام لساعة هيك يقعد بعد شلون يغفي بابا. ساعة ابو وسل. ما شاء الله هذا هو وابنه اللي كان بهذا العش، كان بهذا العش. اليوم لقيته طالع، هذا ابوه يمه هسه يتعلم هو على الاغصان، على المحميه، على الاكل، على المي. بس انا المفروض احلقه حتى ما تيه من ذني من هذا، هسه يخاف عندي. هاي بعدها ما ادري بيها شنو، فقسه لا ما ادري بيها، وحده بي كم فوق. وهنا وحده هيج، وهذا عشان بي. هذول هنا صغار الحب طبعا بدأوا يدخلون للبقالة، جبت لها فحل ويعني اغطيهم بالليل، مجرد اغطيهم. الحمد لله يعني الوضع زين هسه على الشمس، وخليهم بدأوا يدخلون لهاي البياضة. ما شاء الله هاي هم نافع عش هنا نايمة. هذا عش البنغالي، ايش اسمه؟ نابليون. سوي الفتحة من جوا ليش ما ادري. طبعا هذا الثي كله يبس، بس هسه بدا يطق، بدا اكو خضار بيه، بدأ يطلع من جديد. وانا ليش احب الصيف بالنسبة للمحمية؟ والله انا يعني الشتاء افضله بهواي يعني بالنسبة لي، بس لا بالنسبة للطيور المحمية الصيف افضل، لان يعني الفيل الفيل ينتشر. هاي اهم نفية نايمة هنا هسه. لا والله هذا فحل، ما ادري عندهم بيض افراخ ما اعرف. شوفوها هذا العش المفروض مشبس رتبه، مشبس وبعدين اغطيه بهذا الليف مال جوز. هذيك باعوا لها، هذيك خارج المحمية، يعني هاي الفخات العادي اعطيها فوق الميزانية مال الكهرباء يلفون عيش. وسويت لهم هاي السلة قبل ناموا بيها قبل.
يلمون يطيح العش، يلمون يطيح العش. فسويت لهم هاي السلة، طلعت لهم اياه وخليته هنا قريبة على قبل، لفوا بيها عش قبل، بس هم بيضين هنا بيها. هاي الحمام الفخاتي، طبعا بعض الاخوة يقولون كم راوا بيه هذا، ولان طيور برية ناقلة تكون للامراض، صحيح هذا الكلام، بس انا عندي هم طيور هنا تقريبا نفس نفس الاجواء ونفس فما ياثر، ومكانهم شوية بعيد يعني. هذا العش مال البلبل هناك، بس البلبل بقى بس فحل واحد يعني بس ينام بالليل، ان شاء الله بعد ما جايب لنا فيه. هذا عشهم هنا يعني قريبين على المحمية. هاي شنو؟ هاي شنو البزازين؟ هذا بزون وذاك بزون هناك. بابا شو يسوي؟ طبعا ما تخاف من يعني الطيور متعودة، بس هي مشكلة هاي يعني، شو تسوي له الحين؟ نو بيجيبن. اظن السمان الملكي. قبل فترة ولد قال لي شو ماكو السمان الملكي؟ ولا هم مرات ما يطلعون بالتصوير. بس اليوم لين نزق الحديقة فبدوا يعني. اللهم صل على محمد وآل محمد. اي دوده اي هذا بس تطلع راسه قبل تاكله. هذا السمان ينظف يعني، ينظف الدود، ما دود كله ياكله. حتى اكو فيديو قديم مصوره ياكل دود. هذا النمل، النمل ماكو هسه هنا يجون على المي. هذا هنا مي، مي وسماد، سماد حيواني. فهو بس يطلع الدود هذا ياكلهم قبل، هو يعتاش على هاي الاشياء. سبحانه مغير الاحوال. هذول شفتوهم بالفيديوهات السابقة شلون كانوا مختلفين ويا هذا هذا الجامبو، جامبو سوبر جامبو ما اعرف يعني بالضبط، يعني حجمه كلش كبير. كان موالف هاي النفية، هاي البيضة. وهذا طاردهم من العش، هسه رجعوا. هذا والفها وذاك عاف، والله ما ادري شغلات سوالف عليهم. يوميا براي. هسه احنا شو نريد؟ نريد تعايش سلمي يعني، ما نريد نزاعات قبلية ونزاعات على العشاش. مو؟ هسه مصافين هنا ولا اشوفهم البارحة، حتى ما خلاها تبات وياهم. هاي سلبيات البزونة باعلها. هسه هذا وين نايم هنا؟ نايم غافي بسابع نومه. هلا ابو شو يسوي؟ نايم مسنح ونايم مسكين ضارب له حبايتين فاليوم زينات الا فوق المحمية. بس على العموم ما بيهن تأثير. الشغل المخربط اللي انا ما احبه باع. هذا عش الجاوة بدن ذن يطبون بيه، ومشكلة هاي. نوب الجاوة مبيض هنا، خاف يقتلهم. هذا العشب القوطية يسمونه. هسه الفحل جوا هاي نثير برا بعلها.
مشكلة هاي النوبة، خاف النوبة يبيضون هنا، هو اصلا الجاوة عنده بيض هنا. شلون تعدل بالمكان؟ بس والله عش مثالي يعني. ان شاء الله راح اسوي لهم بعد من هاي الاعشاش. بس القطيع كنت كبيرة بقدها يعني، بحجمها مناسب. هسه الدنيا ظهر صارت حارة، الدنيا بعد يسبحون. خلينا انا ماي طاسة بس هاي غميقة، لازم شو اسوي؟ اجيب لي حجارة اخليها ببطنها. هسه تجي الطيور كلها تسبح. بس الملك ينام بالمكان المبلل يعني. بس هاي الاطراف كلها راح تتبلل ويجي ينام بيها. لو مرات اشغل المرشات مال الرذاذ هو يفتح جناحاته. هذا هم تسبح به الطيور، وهم ينزل المي الفايض ينزل يعني نسق به الزرع يعني نسق به. هسه قريب على الجهنمية، وصار فترة هذا حتى تكرم الضروق يعني مال الطيور هذا كله راح يتفتت بالمي. هو اصلا يابس من الشمس و فيتفتت يصير سماد للأشجار. دول اكو بيهم عندهم بيض البناجيز. بس انا مكاناتهم عالية فما اصلا ما اريد ما اقلب الاعشاش وفتح الاعشاش وهالسوالف هاي. لا لان هنا أنا محمية فعشاشها مكانات عالية تكون بالاشجار هذا، فما سوى هذه الحركات. هاي نهاية الفيديو، تحياتي للجميع.